السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف مع بعض ازاي نرسم حاجات سهلة وبسيطة. ولكم مثلا هبدأ ارسم زون من هنا، هي الزون. قلنا انا عايز ارسم زون اهيت، تمام. اقدر ادخل المقاس اللي انا عايز اعمله، يعني مثلا 5 متر وكده، مثلا 6 متر، وكده برضو نقول مثلا 5 متر. عايز اخرج من الرسم، هقول له اسكيب، هيسميها زون 1. اقدر اعمل سيلكت على الجزء دوت وادخل هنا في الخصائص او الوحده سيلكشن انفورميشن، بيبدا يديني معلومات. تقدر تعدل القيم زي ما انت عايز. اقدر احدد نوع المبنى ده، مثلا ممكن اقول له اعتبر لي كله ده مثلا حوايط مثلا، وبعد كده نعلم على السطح، نقول له ان ده سطح. الماتيريال تقدر تحدد نوع الماتيريال، سيلكت ماتيريال، تختار الماتيريال اللي انت عايزها، تختار الزون هتبقى زون كام، سيلكت زون، تختار اي خصائص انت عايزها تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز، تمام. طيب لو انا عايز ارسم شكل اخر، هاجي هنا اقول له انا عايز ارسم مثلا التوب، ده الشكل اللي انا رسمه، انا عجبني الرسمه ديت. طيب هقول له دلوقتي انا عايز ارسم مثلا اي شكل، في اشكال بتبقى جاهزه موجوده معايا، تقدر تقول له من دروع عايز ارسم الحاجه اللي انا عايزها. وليكن مثلا خلينا نرسم مثلا روف مثلا، تبدأ تختار شكل الروف من هنا، عندك أشكال كتيرة، ممكن مثلا الشكل دوت تبدأ تختار، وتختار الدبس بتاعه، الويتس، الستارت، الزد بتاعه مثلا 3 متر مثلا، تمام. وتقول له كرييت، فهو يبدأ ينشئ لك السقف اللي انت عايزه، وتقدر تعمل عليه سيلكت وتعمل ريموف وتنقله مثلا من هنا لهنا لو انت عايز. ممكن تقول له انا عايز اعمل روف مثلا على شكل قبه دوم، تقدر تختار الخصائص بتاعته كريت نيو، وتبدا تشوف انت عايز تنقله فين، تقدر تعمل عليه سيلكت وتقدر تدخل تعدل الخصائص بتاعته. ممكن من خلال الامر موف مثلا تنقله سواء في الاكس والواي او في الزد، تقدر تتحكم فيه. طيب خليني اقول له انا عايز ادخل بقى في ال 3D تاني، تمام، اهو بالشكل دوت. خلينا نختار، عايز ابدا احدد حوائط من الحوائط ديت، هاجي اقول له انا عايز حوائط ده مثلا، تمام. عايز اضيف له مثلا باب، فاجي هنا اقول له انا عايز اختار باب مثلا اهوت، وتقدر تدخل الباب اللي انت عايزه، او اقول له مثلا انا من درو عايز اعمل انسيرت شيلد اوبجكت، عايز اختار مثلا باب الويتس بتاعه والهاي بتاعه قد ايه والاكس والواي والزد بتوعه، اوكي عمل لي الباب. ممكن نفس الحاجه برضو ان انا اقول له انا عايز اعمل شباك، يعني ما دمت عملت باب يبقى انا ممكن اعمل شباك. اقول له هنا درو انا عايز اعمل انسيرت شيلد اوبجكت، عايز اعمل ويندو فويد بانل زي ما انا عايز، اوكي تمام. وممكن اصلا تعلم على الحوض ده كله وتقول له الحوض دوت انا عايز ان هو مثلا ما يبقاش وولد، انا عايزه يبقى هو كله على بعضه ازاز، تمام، كله على بعضه مثلا ويندو بانل بارتيشن سولار، زي ما انت عايز، يعني تقدر تتحكم في خصائص العنصر، تعريفه في قلب المبنى يبقى عامل ازاي، تمام. وممكن لو انت عايز نلف المبنى نختار حته ثانيه، الحته دي مثلا اهي، اعمل لها سيلكت، عايز مثلا نعمل فيها فتحه، اجي هنا اقول له انا عايز الشباب بقى، انا عايز مثلا فويد، تقدر تقول مثلا من هنا لهنا لهنا، وتقول له سكيب. كل الحاجات دي هتخش هنا في الفيزواليزيشن، هيبدأ يجيب لك الحاجات بالشكل دوت. الاوبننج اهيت، الباب، الشباك، كل العناصر، وزي ما انت شايف في عناصر كتيرة تقدر ترسمها جاهزة بدون أي تعب خالص.